كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بدورات مع اباء واولياء الامور، كما تقوم بدورات تكوينيه للمربيات ومرافقات الحياه المدرسيه. اولا العنايه بالاشخاص في وضعيه اعاقه، فهذه الحكومه أعطينا واحد الاهتمام كبير، وكاين عديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي وعدد من البرامج في التشغيل، ومنه لأول مرة كدار المباراة الموحدة في التشغيل في الوظيفة العمومية. واليوم وزارة التربية الوطنية كتطلق هذا البرنامج، وهو البرنامج للتربية الدامجة. هذا البرنامج ديال الوطني للتربية الدامجة كيهدف باش الاطفال في وضعيه اعاقه كما كنهضروا على الاعاقه يمكن لهم يدخلوا المدرسه ويستمروا في التمدرس. هذا الشيء درت فيه جهود، ولكن اليوم غير الجهود غيتكون اكثر مؤسساتيه بيداغوجيه، ولكن منهجيه وغادي توسع ان شاء الله. صحيح اليوم هناك عدد من التسهيلات وهناك عدد من الاطفال اللي كيدرسوا، ولكن هذا العدد ما كافيش، خصني يتوسع، ما يكون حتى شي طفل عنده اعاقه وتكون الاعاقه ديالو هو السبب ديال عدم الادماج ديالو في المدرسه، سواء كانت المدرسه العموميه او غيرها. ولكن حنا كنهضروا هنا بالخصوص المدرسه العموميه، وبغيت باش نوجه واحد التهنئه للاطفال التلاميذ اللي الحمد لله في المدرسه اليوم في البكالوريا نسبه النجاح في الاطفال من ذوي في التلاميذ من ذوي الاعاقه مرتفعه جدا، وصلت 84%. فاريد ان اهنئهم، هذا دليل على ان الاجراءات اللي دارت الحكومه ودارت الوزاره المعنيه لتسهيل تسهيل الامتحانات لهذه الفئه نجحت، وهذا غادي يعطينا حافز من نسعوا ونعموا على التراب الوطني هذه الاجراءات التسهيليه لهؤلاء الاطفال سواء للتمدرس او في الامتحانات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.